السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم دائما على قناة مركز تامر للتكوين التي تقدم دروسا في الإعلاميات. لازلنا مع برنامج معالجة النصوص ومع لونغلي انسيرسيون. كنا قد وصلنا إلى لو غروب إيلوستراسيون، تحدثنا فيه على يعني كيفاش ناجوتي واحد الإيماج إي لي فورم. في هذا الفيديو غادي يكون خاص الحديث على سمارت ارت. اذا بغينا ناجوتي واحد سمارت ارت واحد الخطاطه، اول حاجه نمشي نكليكي في البلاصه اللي بغيت نحطها فيها، نمشي مباشره فوق منها وغنكليكي. طلعت لي واحد لا فونيتغ، هاد لا فونيتغ هي اللي انا غادي نتحاور معها. اذا عندنا اول مجموعه ديال العناوين هنا على اليسار. اول عنوان عندنا فيه تو، يعني الا بغيت نقلب هنا كاينين جميع الانواع ديال السمارت ارت. الا بغيت نبقى نقلب على النوع اللي غادي يعجبني او لا كنت عارف اشنو باغي، كنمشي بسرعه ناخذ اشنو بات من هاد العناوين. مثلا عندنا ليست، هاد القائمه ديال اللي الا بغيت ندير نقاط اداريه مثلا نتحدث فيهم على التنظيم التدبير التوجيه. الا بغيت ندير واحد يعني خطوات تدريجيه عمليات دائريه غولاسيو، مثلا الا بغيت عندنا كيف ما كنشوفوا عندنا واحد الفليش طالع وفليش هابط. الا بغيت نربط مثلا في واحد الشركه ربط المنتوج بالعمال، الا كان العمال خدامين مزيان المنتوج كيطلع كل شهر وكنشوفوا هنا خدموا مزيان العمال المنتوج طالع، هنا ما خدموش مزيان المنتوج هابط على سبيل المثال. مثلا نمشيو نختاروا واحد يارشي هنايا من هنا. الا بغينا نديروا واحد التشجير عائلي او لا بغينا نديروا واحد التشجير ديال مثلا شي شركه العمال ديالها على سبيل المثال، كنمشيو دوبل كليك فوق من شنو بغينا. كيف ما كنشوفوا هي تحطات واحد اللي عطينا مثلا هاد لي فورم اللي كاينين هنا، عطينا البلايص فين نكتبوا، يعني كاين مكتوب عندنا هنا تيكست، هنا فين نكتبوا قال لك التيكست ديالك اللي باغي تكتب. على سبيل المثال نمشيو هنا نكتبوا ديريكتور مثلا، عفوا مثلا هنا نديرو شيف بيرسونيل مثلا. دونك خاصنا واحد، بغينا نزيدو واحد الانفورم هنا. كيف ما كنشوفو اول بعدا اولا غير حطينا هاد الخطاطة طلعت لينا هاد الانجلي هادي اوتي سمارت، يعني كونتكستويال لي سياقيه، فيها جوج ديال لي زونغلي، فيها كرياسيون اللي كتهتم لينا بالشكل الخارجي ديال الخطاطه اللي حنا خدامين عليها، وعندنا ميزون فورم او لغه تلقاو سميتها فورما اللي كتهتم لينا باش بالمحتوى، وهذا الشيء اللي غنشوفوه دابا حنا خدامين عليه. اذا الا بغيت نزيد واحد الانفورم هنا، هاد البلاصه اللي خاويه ما يقدونيش انا هادو، وبغيت نزيد واحد الانفورم هنا، غنمشيو مباشره للكرياسيون وغنمشيو اول حاجه عندنا هي اجوتي انفورم. كليكي في الفليش وهنا عندنا واش بغينا الفوق، يعني بعد ولا قبل ابري افون، الفوق لتحت، حنا غنشوفو فين بغينا. على سبيل المثال انا بغيت تجيني من بعد هادي، غنمشي ندير له ابري. كيفما كنشوفو ها هي تزادت عندنا. دونك اش بقى ليا كيفاش هنا عاطينا تكست بلاصه اللي غنكتبو فيها، غير كنكليكي وعندي حق نكتب، مي هنا لا، هنا ما عند حتى انا اللي زدتها، هذه غير زايده. شنو الطرق اللي بامكاني نكتب الا بغيت نكتب هنا لداخل، شنو ندير؟ يا اما كنكليكي دروا وكنمشي ندير لي موديفي لو تيكست وكيعطيني الحق نكتب هنا كيما نشوفوا دابا. هكا دابا ولا عندي حق نكتب. مثلا هنا غنديروا شيف، ديروا مثلا شيف اتولي، او لا كنمشي لهاد البوطون هادي كنكليكي فوق، هاي فولي تكست، كنكليكي فوق منها كيخرج لي هاد الطابلو هذا، وفيه يعني هاد لي بيس اللي كاينين هنايا عاطينا يعني كل بلاصه بغيت نكتب فيها غير نمشي نكليكي فيها. كيما كنشوف غير كنكليكي كيسيليكسيوني ليا هو فين بغيت نكتب انا. مثلا هنا غنمشي هنا شاف اتولي، هنا غندير مثلا اتولي مثلا، ها هي تكتبات. نمشي للثانيه ها هي تسيليكسيونات، وغندير مثلا جوج، ونمشي للثالثه.
يعني اما كنكتب هنا اما كنجي نكتب هنا هكا. دونك هادو جوج طرق باش كنكتب في الانفورم لي زدت او في هاد لي فورم اللي عندنا. حتى عاوتاني نمشي نكليكي غير هنا بلا هادي، نحيد هادي، حنا غير شفنا الدور ديال هادي اشنا هي، نمشي مباشره وكنكتب مثلا 3. هنا عندنا كيف ما كنشوفوا عندنا لي فليش، هنا عندنا واحد الفليش خارج هكا صاد اليسار، هذا صاد اليمين، هذا الفوق، هذا لتحت. دونك هنا الا بغيت نتحكم في هاد السمارت ارت اللي عندي، هاد الخطاط اللي عندي، مثلا الا بغيت نبدل هاد الشاف بيرسونيل هي اللي تولي عندي هنا، نشونجي ما بين هاد الجوج هادو، غنمشي مباشره غنكتب ندير هكا، طلعت لي هنايا بدلت، يعني بحال بدلت ما بين هاد الجوج هادو. نمشي سيليكسيوني مثلا هادي وندير لها هكا، يعني كنبقى نتحكم في الخطاط ديالي كيفاش بغيت باش تبان لي اكثر الخدمه. غنمشي ندير ليها، نمشي نختار هاد من هنا عاد نرجعو نخدمو هادو. هنا عندنا ديسبوزيسيون، ديسبوزيسيون الى هاد الخطاط هادي ما بقاتش عاجباني بغيت نبدلها، ما بقاتش عاجباني بلا ما نسيبريميها ونعاود نمشي للانسيرت ونبدا من جديد، كنخلي هاد المعلومات اللي كاينين وكنمشي نختار الشكل اللي بغيت من هنا. مثلا نختار هادي مثلا، هنا هي مثلا. دونك هنا غادي نمشيو نشوفوا الدور ديال هادو كلهم. هنا الا بغيت نشونجي قلت عندنا دو دروات اكوش، الا بغيت نرد هاد الشاب بيرسونيل في بلاصه شاف اتولي غنمشي ندير ليها هكا كيف ما كتشوفوا. يعني كان هنا عندنا هاد الشاف اتولي هو اللي مسؤول مثلا على هاد الواحد وجوج وثلاثة. اذا خصني نبدل شاف بيرسونيل بلا ما نمشي نسيبريمي هاد الكتابة اللي هنايا ونعاود اولا ندير لها كوبي كول هنايا ونمحي وحدة وهاد، نمشي مباشرة نسيليكسيوني هاد الشاف بيرسونيل وغنمشي ندير ليها، يعني كنحولهم كنشونجي بيناتهم من هنا. هنا الا بغيت هاد مثلا هاد الجوج تولي عندي في بلاصة الواحد، كاين عندنا مونتي كنمشي ها هو الفليش طالع الفوق كيف ما كنشوفوا وكنطلع بلاصتها، اولا كنردها كيف ما كانت واحد جوج ثلاثة. دونك من هنا كنبقاو نتحكموا غير في الخطاطة ديالنا، نشونجيو ما بين المدير وما بين النائب ديالو ولا ما بين كيف ما شفنا دابا الخدمة. هنا عندنا ديسبوزيسيون، عندنا بزاف الانواع ديال هاد الخطاطة هادي اللي حنا اختاريناها من هنا، عطينا هنايا بزاف الانواع اللي بحالها تقدروا نختاروا يعني كيفاش بغينا نبدلوا هذاك. مثلا على هذه مزيانه، عندنا المدير كيتحكم في الشاب بيرسونيل كيتحكم في كل شيء، يعني نبقى نختار حتى نقاد الخطط ديالي بالطريقه اللي تناسبني واللي انا بغيت كيف ما كنشوفوا هنا. يعني عندنا بزاف الانواع اللي زوينين بزاف. هنا كنبدل يعني كنغيروا الشكل، هنا كنغيروا الخطاطة كلها كنغيروها، كنختاروا واحد النوع اخر من الخطاطة كيف ما كنشوفوا كيف ما بغينا. من بعد ما مثلا استقرينا اختارينا هذه، هنا نخليو هاد غنمشيو نشوفوا ستيل سمارت ارت، هنا كنبدلوا الشكل كامل، وهنا كنبدلوا غير مثلا اختاريت شنو اختارينا مثلا، اختارينا هذه مثلا غيعطينا الانواع ديالها، الى اختارينا عاوتاني هذه غيعطينا الانواع ديالها. اوكي هنايا مثلا كيف ما قلنا راه كنغيروا الشكل كامل، هنا كنغير هنا غير الستيل ديالها وغنشوفوا كيفاش بغينا، واش طروات دي اولا بغينا يبان لنا هكا اولا هكا، يعني شفتوا هنا نفس الستيل كنغيروا غير المظهر ديالو غير كيفاش يبان لنا. هنا لا، هنا العكس كنبدلوا كل شيء، كنبدلوا النوع كامل ديسبوزيسيون، هنايا كتعطانا غير كيفاش بغيناه يبان تبان عندنا في 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 الدوكيمون ديالنا. هنا الكولور موديفي لي كولور كيف ما كنشوفوا، الا بغينا ناخذوا واحد الكولور اخر ما عجبناش هذاك الكولور، وهنا غير طابلي لو غرافيك الا بغينا نرجع. دونك هنا كيف ما شفنا هاد السمارت ارت ساهله بزاف، وهاد الانجلي مهمه بزاف، هاد الكونتكست ديال مهمه بزاف، يعني كتخلينا نتحكموا في الشكل كيف ما بغينا، نخليوه يبان عندنا كيف ما بغينا. مثلا الا بغيناه يبان هكا شويه واضح ويعني عنده واحد النظره خاصه، هنا الا بغينا نبدلو الكولور ديالو يعني يبان لنا بطريقه اخرى او بزاف الالوان كيف ما كنشوفوا، مهمه بزاف. هنا دابا غنمشيو للميزون فور، من بعد ما هضرنا على الشكل الخارجي ديال هاد السمارت ارت،
هنا غنمشيو نشوفوا المحتوى. اذا اول حاجه عندنا الى بغينا الموديفي واحد الانفورم كيف ما كنشوفوا هنايا، عندنا موديفي لا فورم، يعني هاد لا فورم هادي بغيت نبدلها، ما بغيتش تبقى تبان ليا هكا. مثلا نمشي هنا باش تبان لي الخدمه اكثر، نرجع هنا ناخد واحد الشكل اخر. ناخد الشكل اللي كان عندي مثلا هذا، نطرح هاديه. نمشيو دابا لميزون فورم. اول حاجه قلنا عندنا هاد، الا بغيت دابا غنتحكم في المحتوى، في كل كرياسيون كنت كنتحكم فيها كامله. دابا الا بغيت نتحكم في ان فورم، كل ان فورم بوحدها، كل وحده بوحدها كنمشي نسيليكسيوني كيف ما كنشوفوا. الا بغيت هنا مثلا هذا هو المدير، غنمشي ناخذ هذا وندير له هذا الفليش مثلا، هذا الشكل هذا وندير له هذا الفليش، يعني كيشوف واحد الفليش اللي هابط اللي كيتحكم لي في الشاف بيرسونيل وفي الشاف اتيلي. هنا الا بغيت نكبرها شويه كيف ما كنشوفوا، نزومي شويه او لا ننقص شويه، يعني كنتحكم. الا بغيت كاع نبدل ناخذ الشكل اللي بغيت ناخذه من هنا. هنا ستيل دو فورم، يعني ستيل ديال الفورم كيفاش بغيتو يبان، واش نخلي غير الاطار يعني كيبان لي هنا الفراغ يعني بيضه بهذه الطريقه هذه، يعني نخلي غير البيوضه والكتابه، او لا ناخذ شي لون اخر مغاير مثلا، مثلا هاد المدير ديريكتور نعطيه واحد اللون مغاير. هنا الا بغيت نحيد كاع هاد البورديو، يعني بغيت نحيد الاطار، كنهبط مباشره لهادو هنا وكنخلي ناخذ الكتابه اللي اللون ديال الكتابه اللي بغيت، وبدون اطار بدون خلفيه بدون حتى حاجه كيف ما كنشوف. كذلك كنبقى يعني كنبقى نتحكم في كل وحده بوحدها، وكل وحده نعطيها اللون اللي بغيت. يعني الفرق ما بين كرياسي وميزون فورم، هنا كنتحكموا في المظهر الخارجي وكنتحكموا في الخطاطه كلها، هنا كنبقاو يعني كنديطايو كنتحكموا في كل حاجه، حتى في الكتابه كنتحكموا فيها بوحدها كيف ما كنشوفوا. هنايا عندنا الغومبليساج، يعني الكولور، الا بغينا نزيدو نتحكموا في الكولور اكثر. هنا عندنا الكونتور عاوتاني ديال يعني اللون ديال، هنا عندنا لي زيفي، يعني كيفاش بغيناه يبان. اللي بغينا مثلا نديرو واحد الانفورم نديرو ليها الظل ديالها كيف ما كنشوفوا هنا، ولا عندها واحد الخيال. وهذا هنا عندنا ستيل وورد ارت. الا قلنا ستيل ديال الوورد ارت بمعنى غنهضروا على تكست، يعني غنهضروا على الكتابه. دونك غنمشيو حنا اللي بغينا نغيروا الكتابه، غنمشي هنا نسيليكسيونيها ونمشي ندير سمارت ارت من هنا، وكنبقى نتحكم الكتابه كيفاش بغيتها تبان. حتى هي الا بغيت ندير ليها واحد الطيل ديالها ولا تبان عندي هكا كيف ما كنشوفوا، يعني راه ولات واضحه شويه الكتابه. هنا كنتحكم في الكتابه في هاد سمارت ارت. ونغومبليساج هنايا كان عندنا الغومبليساج ديال الانفورم كلها، هنا عندنا غومبليساج دي تيكست، يعني هنا كنهضروا على الكتابه، كنتحكموا في الكتابه كيف ما كنشوفوا، وفي الكولور ديال الكتابه. كما هادش بحال بغينا نقولوا هاد الشق هذا خاص باللي فورم، يعني كل فورم بحدها، وهاد الشق هذا خاص بالكتابه اللي داخل الفورم. هنايا عندنا الكونتور يعني اللون ديال الكتابه، هنا عندنا لي زيفي دو تيكست ديال الكتابه كيفاش بغيت ديك الكتابه، يعني يكفي انني نمشي نسيليكسيوني الكتابه ونخدم عليها كيف ما بغيت، حتى هي كيف ما خدمت على الانفورم نخدم على الكتابه، حتى هي اللي بغيت ندير لها مثلا الخيال ديالها كيف ما كنشوفوها، هو الكتابه ديريكتور ولا عندها واحد الخيال ديالها. عندنا اورغانيزي وفيها بزاف ديال لي زوبسيون دي كوموند، مثلا عندنا بوزيسيون، يعني هاد فين بغيت نحطها، هذه كلها يعني الخطاطه كلها كنبقى نتحكم فيها، واش بغيتها في اليسار ولا في الوسط ولا في اليمين كيف ما خدمنا في الفيديو السابق ديال ليماج ولا ديال الطابلو، يعني كنبقاو نتحكموا فيه. هنا عندنا الابياج، حتى هي الا بغينا نتحكموا في يعني نادابطيو، يعني اللي بغيت بحال دابا الا بغيت نتحكم في هاد الخطاطه كلها باش نهزها نحولها من هنا، كندير هكا حتى كيبانوا لي هاد لي فليش هكا،
يعني كنبقى طالع طالع حتى كتبان لي ديك الفليش اللي بغيت نتحكم فيها. كما كنشوفوا دابا ما كيبغيش يتحرك ليا من بلاصتو واخا كنكليكي. حتى كنمشي نادابتي من هنا وكندير له ادابتي، عاد دابا ولا عندي حق نتحكم فيه ونحركه كيف ما بغيت. هنا عندنا افونس، يعني اللي بغينا الا كان عندنا واحد الا كان عندنا واحد الخطط اخرى وبغينا نجمعوهم مع بعضياتهم نديروا وحده فوق وحده كيف ما خدمنا في الفيديو السابق ديال الصور، هادو راه مشروحين. هنا عندنا افونسي، هنا عندنا غوكيولي، يعني وحده فوق وحده، انا وحده بغينا نديروا الفوق، انا وحده بغينا نردوها للور. فولي سيليكسيوني اليني، يعني حتى هنا بغينا نديروها في السونتر ولا ادروات، يعني كنتحكموا في الخطه فين بغيناها تحط، واش على اليمين واش على اليسار واش الوسط، يعني مجموعه ديال كيفاش كنتحكموا في هذيك الخطه ديالنا. هاد الاونجلي هادي مهمه بزاف وباش يعطينا واحد الخدمه، واحد النوع ديال الخدمه اللي متقونه، واحد اللي يعطينا واحد المنظر رائع نمشيو نخدموا بها، وكل حاجه مكتوبه عليها شنو الدور ديالها، يعني سهله. وحنا حاولنا في هذا الفيديو، يعني حاولت نديرو خاص بالسمارت ارت ونشرح فيه اشرح فيه كل حاجه بوحدها وكل حاجه لاش كتصلح. هنا عندنا الطاي، الى ما اما كنمشيو نتحكموا فيها من هاد لي بوان اللي كيكونوا عندنا في الجنب كما كنشوفوها كنزيد في هذا، اما كنمشي هنا للطاي وكنبقى نزيد في العرض كما كنشوفوا، ولا كنقص ولا في الطول في العرض وفي الطول، هنا في العرض هنا في الطول، يعني كنبقى نتحكم اما كنتحكم من هاد لي بوان اللي قلت هنا او كنمشيو هنا للطاي وكنتحكموا فيه كيف ما بغينا. دونك كيف ما قلت كان هذا الفيديو خليته خاص بسمارت ارت، كنتمنى نكون بسط الشرح مزيان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.